انا ماشي لاختي هاي الكبير دوزو تما هاي الكبير دوزو تما هضر مدان رفضت في خاطري ما انت حاجه كيفاش غايتو تلي يضر مدان جوج المدانات دابا راشي لاختي هاي الوليد شو ما راشي لاختي كنتخرجو على الاصلاحية بحدو وكنمشعدو وكيشوف فيا وكنشوف فيك هانتي شوفي هانتي حالتو كي دايرين دوري عشر بدا باش لا مبغيتش عندو انا راجل لاختي محاولة على ولدي كبير ود ولدي في الاصلاحية كنمشعدو كيقولي بابا عشر سنين قاعدة عليا ابي يكون خير ان شاء الله والله يفرجها وانا مدخلتش عندو انا راجل لاختي شكولك هانتي شوفي ولدي انا وكلشي أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من حي مولاي رشيد. كتشوفوا في الديه صورة لواحد الشاب آية من الجمال سبحان الخالق، شاب اللي كتصدم المنطقة كاملة وكتصدم العائلة ديالو في واحد الحكم قضائي ديال 10 سنوات سجن النافذة، والسبب والرفقة السيئة. غنسمعوا القصة ديال هاد الشاب مع الأم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشريفية، شنو اللي وصل أشرف لهاد 10 سنوات؟ عاودي لي على اشرف، عاودي لي على التربيه ديالو، على 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 كيفاش كان اشرف. هذا الوليد انا قلت لك هذا الولد ولدي، تكرفص عليه، تمحنت عليه، تعذبت عليه، خدمت عليه في الحمام، ما خليت ما درت على الوليد قاري، درت له صوتر، درت له حلاقه، غادي يكبر غيحاولني غيدير كل شيء، واليوم الدري عطاو 10 سنين ما دلنيش انا ودي غياخذ 10 سنين تعذبت عليه تمحنت عليه. شوفوا من حالي من حال هاد الوليد، الله يرحم لكم الوالدين. شنو السبب، شنو السبب اللي غيوصلوا لهاد 10 سنين؟ اشرف كان دريري زويون تبارك الله، قلتي لي من بلي ما والو، شنو اللي غيوصل اشرف لهادشي؟ خرج لي ما عرفتش انا من نجا ولدي عطاو 10 سنين حاليا ولدي انا مرت ما جيت الدري اشرف كلشي اي حاجه كيديروا معذبه عليه ومحن عليه. انا امه اللي شافت الوليد تو يحس بيه وحس بيه، الله يجازيكم بخير. ود الولد تعذبت على ولدي وتمحنت عليه وتكرفصت عليه وكنشوف منكم، الله يرحم الوالدين تعاونوا على الدري، وانا خدام عليه في الحمام ما خليش ما درت عليه، والدري بغى يقرا ودرت له سونتر حلاقه درت سودور ما خليت ما درت له اليوم. عنده جوج ديبلومات، ديبلوم ديال السودور وديبلوم ديال الحلاقه، بدا كيتحرك وتيعاونك شويه. يعاونني بغى يخدم بغى يدير كل شيء، واليوم عطى ولدي 10 سنين انا محدب على هاد الوليدات، الله يرحم الوالدين وجيبوا فيه وجيبوا في هاد الوليد، الله يجازيكم به خير. راني محقن على هاد الوليد، راني معذب على اشرف، اشرف هو عيني هو كل شيء، راه حياتي ضاعت وضاع لي هاد الوليد 10 سنين. شوفوا من حالي من حالي، وهي الله يرحم الوالدين. معنا كذلك الخاله اللي من خلال البركه ديالنا معاها شفنا ان كانت عندها واحد العلاقه خاصه مع اشرف، علاقه ديال كانه الابن ديالها، اللي حتى هي ملي دخلنا وهي كتبكي على اشرف. احكي لي على اشرف، كيفاش كانت العلاقه ديالك معاه، كيفاش كانت التربيه ديالو، كيفاش العلاقه ديالو مع الناس و... السلام عليكم، انا خالت اشرف. سيدي اشرف كان هو مربي مزيان ودري، اش نقول لك، تظلمنا في هذا الحكم اللي حكموا عليه 10 سنين قاصحه علينا بزاف، حيت الدري ما عمره ما خرج من دارنا اللي غيبات فيه الزنقه وقع عليه المشكل، هادشي بسبب الرفقه السيئه، حيت الدري مربي مزيان وخدام، نهار كيخدم نهار كيجيب الله، نهار ما كيجيبش كيقول لمو انا بغيت نعاونك يا ماما، بغيت نعاونك، وسولوا عليه الجيران وسولوا تفرجوا فيكم غيحسوا بكم. هذا هو الميساج اللي بغينا نوصلوا للاباء والامهات، ردوا بالكم لوليداتكم، ردوا بالكم لوليداتكم. انا في الحمام كنجي من الليل، وخالتي هي اللي هزام لي وحاضيام لي،
وربي العال بيا، كيفاش وحده كتمشي من الصباح للصباح ما كتجي حتى ل 12 الليل، ل 11 الليل، وكيفاش 10 تبوس ليا بلادي، والناس راه كيشوفوا كلشي، مسوع عليه الدرب، مسوع عليه كلشي، دري مربيه مخلقه بكلشي، دايره لي سوندر، دايره حلاقه ما خليها ما دايره لي، وكيفاش 10 تبوس ليا بلادي حاليا، وانا مرات ما جيت 10 زعما ما جيت 10 وفي فتحت الكواد ما خليت ما درت، ولدي وهي جات تكفوا الله يجازيكم بخير وشوفوا من جيتي ومن جيت ولدي الله يرحم الوالدين. اشرف ما عمرو كان عنده شي سابقه، ما عمرو تشد مع عمر ما مدوز النهار ديال السوابق، النهار ديال الكوميسريه ما عندوش، انا لا عمرو حسوا بيا، وانا النهار ديال السوابق، النهار ديال الكوميسريه ما عندوش، وهاد الولد كيفاش عطاو 10 سنين حاليا ما فاهم والو، انا راني ضغط راني تعدلت على هاد الوليد. لا حول ولا قوة. الله يجازيك بخير، كناشدوا على شي، بغينا هاد الشيء يوصل للجمعيات يوقفوا معايا حيت الدري مظلوم، اقسم بالله الدري تا مظلوم، قسما بالله الدري ما عمرو ما دار شي حاجة، انا خالته راه كثر من ولادي، انا عندي ولادي هو كثر منهم، حيت كنعرف انا العلاقة ديالو معايا كي دايرة، كيعاود ليا كلشي، والنهار اللي غيخرج فيه، النهار اللي غيبات فيه في الزنقة على شي مشاكل، هو اللي وقع لي هاد المشكل. نهار واحد خارج وقع المشكل، تلاقى مع واحد اللي عنده صوابق ولا مجرور معاه. اشرف تحكم عليه بعشر سنوات سجنا، باش نكون واقعيين بناء على محاضر ديال الضابطه القضائيه اللي كتبت ان اشرف مشارك في سرقه مع سبق الإصرار والترصد بالسلاح الأبيض. هنا ونوضع علامة استفهام كبيرة، احنا ما كان ندخلوش في سميتو، في نزاهة القضاء المغربي، الحمد لله القضاء المغربي والقضاة المغاربة دائما ما أشيد بهم وبالأحكام ديالهم، إلا أن بعض الخطرات تيكونوا بعض الاحكام اللي كتكون قاسيه على بعض العائلات. كنتمناو ان ماذا الا حكم ابتدائي، الحمد لله مازال حكم استئناف، مازال مراحل اخرى في الحكم اللي نتمناو من الله عز وجل ان القضاة يشوفوا بعين الرأفة في اشرف. فاشرف لازال شاب صغير 18 عام قاصر، دري زوين، آية من الجمال، ما عمرو كانت عنده ولو سابقة في السرقة ولا في التجارة في المخدرات ولا حتى نهار ديال الكوميسارية، النهار اللي كيتقبط مع أحد السوابق كيتضرب 10 سنين ديال الحبس. فبصراحة كتضر شوية، غتضر العائلة، غتضر الأم اللي تعذبات وكتربي، تعذبات باش تجيب لهم طرف الخبز، مطلقه به هي وخوتو، كتقاتل عليهم، خدامه في الحمام، كنعرفوا خدمه الحمام كي دايره، كتغسل وسخ عباد الله على قبل باش ما تمدش يديها لشي حد، كتغسل وسخ عباد الله باش تجيب لهم لقمه الحلال، وفي الاخير كيتضرب ليها ولدها ب 10 سنين ديال الحبس. صراحة قاصحة. ومشيت للاصلاحيه دابا عدو، كنمشي عدو كيقول لي ماما مشيت على طم وانا ما داير والو، قال لي 10 سنين تعذبت فيها وتمحت عليها، وقلت اليوم الولد قال لي هذاك الدري قال لي اللي عدو الصوابغ اللي عدو عامين، وقال لي انا راك حجرني كنت عايف فيا تما في الاصلاحيه المدير، كنطلب من اصحاب الاصلاحيه كل من الله يحم الهدر، وهذاك الدري كل من الله يحم الهدر اللي كيف المدير ولا من كل شيء، كلشي مع الله يفيه ولدي يومين ما كلاش اللعمه، والمدير الله يجازي بخير ولا حتى هدرت معاه وحصل لولدي، ولدي دار الغفيله ودار كلشي على ولدي، معمره ما خرج من الدار ولا توقعت لي شي حاجه، اليوم تلقيت ولدي ب 10 سنين كيمشي عند الاصلاحيه، ولدي كيبكي ولدي كيتعلم، قال لي يا ماما هادشي راه بزاف عليا، قصه بزاف 10 بزاف، قال لي 29 عام، قال لي غتخرج في عمري،
واش غالق علي ولا ما غالق علي ذاك الدري؟ ربي اللي على بيا بيه وشوف بعيني ما حل بقلوبهم. راني تعذبت على ولدي راني مكرفس عليه. ها حالتي بحال العمام كيدايره. ها انتوما شوفوا حالتي وتحركت على قبل ذاك الوليدات وتكرفس عليهم. ها انتوما ها انتوما حالتي ديما مكرفس عليهم المحمل داخل 13 الليل. قسمت لك فمي بالله والناس اللي شافوني في حماك يقول لي ماك فاطمه. قلت لهم حسبي الله على ما الواكل حسبي الله على ما الواكل. هذاك الدري تعذبت عليه وتكرفس عليه. راكم انتوما شوفوا حالتي مع ذاك الوليد. والله يرحم لكم الوالدين. وكنطلب من سيدنا والجمعيه والمحاميين والرؤساء وعلى ذاك الدري وفي محكمه السيلاف وشوفوا منو عايليكم وحلوا بقلوبكم. هذا الشيء اللي كنطلب منكم وانا راه اميه وسمحوا لي. بالفعل قاصحه شويه ان اشرف خدع 10 سنين والرفيق ديالو اللي عنده صوابق خدا عامين. حكم اللي موضوع يا رب تشوف فيه تشوف بين قوسين بصراحه. اي عم راه كتبغيش الولد هادشي. شنو اخر رساله تبغي تقول؟ اخر رساله خويا كنتمنى من جمعيات حقوق الانسان وكنتمنى هادشي يوصل للراي العام وشي محامين يتطوعوا يوقفوا مع الدري حيت 10 سنين قاصحه. قاصحه خويا قاصحه عليه هو قاصحه علينا حنا اكثر. الله يجازيكم بخير. كناش الله يدير تاوي ليا الخير. الله يرحم لكم. رسالتنا حتى حنا رسالتنا للجمعيات حقوقيه المحامون كن نتمناو ان هذه الرساله توصل للسيد النقيب حسي باش يعين واحد جوج ديال المحامون متطوعين لهذا الشاب هذا اللي خصنا نقدوه بصراحه من السجن. خصنا نقدو خصو يتربى على الرفقه السيئه اللي مشى معاه ولكن ماشي تال هالدرجه ماشي 10 سنين. فالرأفه والرحمه الله يرحم لكم الوالدين. كيرأف بنا الله عز وجل علاش ما نرأفوش ببعضياتنا. كنتمنى من الله عز وجل ان الرساله توصل لذوي القلوب الرحيمه توصل للرؤساء اللي غاديين يتكلفوا بهذا الملف في الاستئناف المحامون اللي عندهم غيرة على الشباب ديال هاد البلاد. الله يجازيكم بخير. فأشرف ما يستاهلش هاد العشر سنين. 10 سنين أخويا 10 سنين كيفاش هاد الوليد غير. نتمناو من الله عز وجل أن هاد الناس تبرد قلوبهم على ولدهم. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير. إلى اللقاء.